بيكم الشباب في فيديو جديد وحلقة جديدة مع فيزا جديدة ليها تجارب كتير ناجحة مع الفيزا دي، وهي فيزا الزيارة أو بيزوق فيزم. عن طريقها تقدر تعمل زيارة لوالدك أو والدتك، أخوك أو أختك، قريبك، حتى لو في صديق ملوش درجة قرابة ليك تقدر برضه تعمل له زيارة. كل التفاصيل هنقولها في فيديو النهاردة، كمل معانا الفيديو أكيد هتطلع بمعلومة مفيدة. عشان تعمل الزيارة لحد هنا في ألمانيا هنقسم الموضوع على مرحلتين. أول مرحلة هتبقى من الشخص اللي هنا في ألمانيا اللي هو هيعمل الزيارة. لو في شخص ساكن في ألمانيا هيبقى ليه مكتب أجانب تابع ليه. المكتب الأجانب دوت جواه قسم مسؤول عن الأينلادونج أو فيربلاشتونج إنكليفونج اللي أنت هتعملها، ليه إيميل معين أو ليه موقع معين على حسب مكتب الأجانب. في مكاتب أجانب بتدي مواعيد أونلاين ممكن تحجز منها ميعاد عشان تروح تعمل الورقة ديت. بعض المكاتب الأجانب لازم تبعت لها إيميل على الإيميل الرسمي بتاعها. سواء كده ولا كده أنت محتاج تحجز ميعاد عند مكتب الأجانب عشان تقدم على زيارة رسمية من البلد. طيب أول حاجة هتعملها هنا في ألمانيا، حاول تحجز ميعاد في أقرب وقت عشان ساعات الميعاد بياخد أسبوع، ممكن ياخد شهر، ممكن ياخد شهر ونص، ممكن ياخد أكتر من كده لو المدينة زحمة أو مدينة فيها ناس كتير مهاجرين كتير. فبالتالي أنت لو قررت إن في مثلا والدتك هتيجي تزورك مثلا كمان 6 شهور، ابدأ دلوقتي. أول حاجة هتاخد ميعاد بأنتراجونج دير بفريستونج إنكليجونج. ولما تاخد ميعاد هم بيبعتوا لك 3 ورقات، أول مستند هو تأكيد من ميعاد، تاني ورقة هتبقى انفو بلات أو information معلومات عن فيزا الزيارة، تالت واحدة ودي مهمة ده الفورمولا أو الحاجة الاستمارة اللي أنت المفروض تملاها ببيانات الشخص اللي هيجي يزورك. والورقة دي بتبقى عبارة عن التالي، أول صفحة دي بتبقى عبارة عن شوية معلومات ممكن تقراها، تاني صفحة دي المهمة جدا دي فيها كل المعلومات عن الشخص اللي أنت هتعمل له زيارة، هتملى فيها اسم الشخص، عيد الميلاد بتاعه، جنسيته، والغايزة بقى اسمه اللي هو رقم الباسبور، الأنشخافت أو عنوانه في مصر على حسب ما مكتوب في الباسبور، أنشخافت أورت لاند ده المدينة والبلد، يعني مثلا القاهرة مصر. تحت النقطة ديت دي مدى درجة القرابة، لو والدتك هتكتب ماين موتا، لو صديقي يبقى ماين فرويند، فانت اكتب هنا درجة القرابة اللي انت الشخص اللي انت هتعمله دوت دعوة. واخر واحدة ديت لو في الشخص دوت جاي مع حد، يعني انت مثلا عامل والدتك ووالدك في نفس الفيزا، ما ساعتها هتكتب هنا مثلا بيانات والدك، وهنا في الافراد المصطحبة او الافراد اللي جاية مع والدك هتبقى والدتك، وهتكتب هنا برضو اسمها ومعلومات عنها زي الاسم وتاريخ الميلاد، محل الميلاد، وكمان رقم الباسبور. في 4 أسئلة هنا دول هنجاوب عليهم بناي في الغالب. يعني اول 2 هما المفروض بيسالوك لو انت بتاخد مساعدات اجتماعيه، وان شاء الله مش هتبقى بتاخد ساعتها مساعدات اجتماعيه فهتدوس ناين. في بقى سؤال بعد كده، لو انت عملت دعوه قبل كده في مكتب اجانب دوت او مكتب اجانب تاني كنت تابع ليه في خلال ال6 شهور اللي فاتت، فانت لو عملت دعوه قبل كده لشخص قبل كده هتكتب يا، لو ما عملتش يبقى ناين او لا، تكتب عليهم التاريخ اللي انت مليت فيه الاستماره دي والامضه بتاعتك هنا. يعني الورقه الثالثه هتبقى شويه معلومات هي، والورقه الرابعه برضه هتمضي عليها، والورقه الخامسه والاخيره دي بس لو انت مش هتروح الميعاد نفسه عشان تعمل الزياره بالشخص دوت، ممكن تعمل وكيل عنك هو اللي يخلص الاجراءات الزياره نفسها بس. ودي عباره عن ورق اللي هتملاها هتاخدها معاك مع باسبورك مع اقامتك. انا بقى في النقطه اللي جايه ديت، هيسالوك سؤال هنا، انت اللي هتثبت انك انت المفروض توفر له حاجاته الماديه هنا في المانيا الشخص اللي هيجي يزورك، ولا هو اللي هيثبت في البلد الام؟ لو انت طالب مش هتقدر توفر شهريا على الاقل 1700 يورو مثلا على حسب ما انا فاكر، كل شهر بدخل ثابت بمرتب ثابت، لان تصريح عمل الطلبه ما بيعرفش يغطي المبلغ ده، لان تصريح العمل الطلبه مش هيخليك تعرف انك انت تثبت لهم ان انت في اخر 3 شهور واخد فوق الرقم دوت ومعاك عقد عمل ساري لمده سنه على الاقل. فبالتالي هتقول لهم لا انا مش هثبت ان انا معايا فلوس، انا هخلي الشخص التاني هو اللي هيثبت في البلد الام ان هو معاه فلوس. ودي انا جربتها ما فيهاش مشكله خالص، هيضطر بس الشخص اللي هيقدم في بلد الام نفترض انها مصر هيوفر فلوس تزيد عن 100,000 لو هو هيجي 3 شهور هنا في المانيا يقعد معايا، يعني نقول 30,000 كل شهر، 30,000 جنيه مصري. لو انت بقى شغال هنا في المانيا ومرتبك يكفي كل شهريا الصافي بتاعه فوق ال 1700 يورو، طبعا في حالات لو انت هنا لوحدك سنجل، لكن لو انت مع عائلتك، لو انت عندك عائله هنا زوجه وافراد برضو بيتحسبوا معاك، بس لو انت مرتبك مثلا فوق ال 2000 ونص نفترض، فوق ال 3000 نتو، هتقدر انك تعمل الدعوه ديت برضو لشخص يجي المانيا. بس وانت رايح المعاد لازم تاخد معاك اخر 3 فردات مرتب، اخر 3 بيسليبس او اخر 3 ابريشن جايه من الشغل، المفردات المرتب بتاعك اخر 3 شهور. روح المعاد زي ما احنا قلنا، معاك يا سيدي الباسبور، الاقامه بتاعتك، اخر 3 شهور مفردات مرتب. لو
لو انت هتضمن ماليا الشخص اللي هيجي يزورك، طبعا الاستمارة اللي انت مليتها دي وماضي عليها. هتروح الميعاد، هيسألك سؤالين بالظبط. السؤال الاولاني انا قلته اوريدي، هتضمنه ماليا ولا لا؟ السؤال التاني، هيجي الشخص دوت امتى وهيقعد معاك فترة قد ايه؟ وده برضو انت بتكتبه في الورقة اللي هي المفروض الاستمارة اللي قلنا عليها. بس يا سيدي، هي هتاخد منك الاستمارة ديت، او هو على حسب الشخص اللي هيقابلك في مكتب الاجانب، هيملى البيانات دي كلها بالنسبه للشخص، وخد معاك برضو صوره من باسبور الشخص اللي انت هتعمله زياره. ليه؟ هقول لك. عشان هما بيقعدوا يكتبوا كل البيانات اللي انت حاططها في ورقه الاستماره بتاعه الزياره، كل البيانات دي هيقعدوا يملوها وهيطلعوا لك في الاخر ورقه الفيربر فلاش تونج انكليرنج. الورقه دي لازم انت تقارن وتشوف المعلومات اللي عليها، هل هي فعلا مع باسبور الشخص والاسم بتاعه فعلا اللي موجود في الباسبور، ولا لا كل البيانات بتاعته صح زي ما هي في الورقه دي. وبعد كده بعد ما تتاكد فعلا كل البيانات صح، هتمضي تقول له تمام كده كل البيانات صح، وبعد كده يروح يطبع لك هو الورقه في ساعتها وانت قاعد. تكلفه الورقه دي حاليا 29 يورو، يعني تكلفه انك تعمل زياره لحد في مكتب اجانب 29 يورو، تكون محضر معاك مثلا 30 يورو وانت رايح، سواء كاش او ممكن تدفع بالكارت على حسب مكتب الاجانب متوفر بيه دفع بالكاش او دفع بالكارت. دي كده الخطوه اللي الشخص بيعملها هنا في المانيا. طيب بقى بالنسبه بقى الشخص في مصر، الشخص اللي في مصر دوت لازم تبعت له الورقه اللي هي في فلاشت وانكليرون ديت اوريجينال، ما ينفعش تبعت له كوبي او يعمل لها صوره مثلا ويروح بيها الميعاد بتاعه في السفاره. لا، لازم يبقى معاه الاوريجينال كوبي، تبعتها له بالبريد، تشوف شخص مثلا نازل على مصر ويوصلها للشخص اللي هيجي يزور. الشخص اللي في مصر بقى لازم يحجز ميعاد مع تي ال اس كونتاكت، بلد تانية من البلاد العربية، شوف المركز المسؤول عن فيز الزيارة والشنجن لألمانيا، أو بيسموها فيز قصيرة الأمد، يعني تحت الثلاث شهور. فأنت كده كواحد في ألمانيا مهمتك خلصت، فاضل بقى المهم الشخص اللي في مصر. هياخد منك الورقة اللي هي في بلاش دي ويجمع ورق كتير معاها، بس قبل ده كله لازم يحجز ميعاد في تي ال اس كونتاكت. حاول أول لما تاخد قرار انك هتعمل ورقه فير بليشن ليهم، خلي اللي في مصر برضو الشخص اللي في مصر يحجز ميعاد في نفس الوقت في تي ان اس كونتاكت، يكون مناسب او يكون بعد مثلا لما تعمل انت الورقه هنا في المانيا باسبوع او اسبوعين، بحيث ان هو الورقه دي توصل له يبقى خلاص مجمع بقيه الورق يقدر ان هو يقدم ساعتها. فلو قلنا مثلا انا حجزت ميعاد هنا في المانيا عملت الزياره، هياخد مني شهر. الشهر اللي بعديه الشخص اللي في مصر يحجز ميعاد في تي ال اس كونتاكت، ويروحوا بشويه الاوراق اللي انا قولها دلوقتي ديت. اول حاجه الباسبور بتاعه، ويكون في مده كافيه صالحه ما يكونش اقدم من 10 سنين. هيبنى طبعا نموذج فيدكس او نموذج ابلكيشن الفيزا نفسها على موقع فيدكس. هياخد معاه صوره شخصيه واحده تكون حديثه ما يكونش اقدم من 6 شهور. تامين السفر، وده دلوقتي بقى تامين امان المكتوب مثلا على اخر الباسبور كفايه. هتاخد معاك بورقه بتامين الامان، طبعا الورقه اللي هي فير بفليشتون اكليرون دي تاخدها برده معاك. لو انت رايح على الاتحاد الاوروبي اول مره، لازم تجيب معاك شهاده تحركات من مجمع التحرير. شهاده التحركات ديت مش محتاج انك ترجمها، لو انت خدت قبل كده اي فيزا شنجن مش محتاج تعمل الشهاده دي خالص، هي بتتعمل اول مره بس هتخش الاتحاد الاوروبي. تقدم برضو اثبات بحجز الطيران، يعني تقدم تذكره الطيران مع الورق بتاعك، وتعمل زي كفر ليتر بسيط بس توضح فيه كذا نقطه. اول حاجه الرحله بتاعتك، البلان بالظبط، هتروح تعمل ايه في المانيا وهتزوره وهتقعد معاه فين، هتروح بالظبط امتى وهتيجي امتى، توضح فيها سبب الزياره ايه بشكل بسيط، ممكن تكتبها بالانجليزي او الالماني. انا عن نفسي بعمل خطاب بسيط كده مكون من كام باراجراف، بيبقى بسيط جدا عن سبب الزياره، هيجي امتى، هيمشي امتى، هيقعد معايا فين بالظبط، وبخط سير الرحله بالظبط. دي بقى مستندات بتثبت ارتباط الشخص دوت بجمهورية مصر العربية أو بالوطن بتاعه. تجيب قطع آلي وتترجمه من مترجم محلف تبع السفارة، لو حد أرمل او ارمله يجيب شهاده وفاه ويترجمها على نفس المترجم. لو انت هتروح تزور ابنك او بنتك، هتقدم برضه معاها جواز السفر بتاعهم والاقامه بتاعتهم، وهتقدم برضه اي حاجه ليها سنه اقامه زي شهاده الميلاد بتاعتهم، وثيقه الجواز بتاعتهم، طبعا لازم تكون مترجمه من مترجم محلف تبع السفاره. لو انت دلوقتي شغال في وظيفه ما، دي حاجه كويسه عشان تثبت انك انت هترجع لوظيفتك تاني بعد ما تخلص فيزا شنجن بالظبط، يبقى هتجيب اثبات او شهاده حديثه من جهه العمل وتكون مترجمه بالالماني او الانجليزي. لو انت مش شغال، اكتب في الفيدكس ابلكيشن وانت بتملى الاستماره بتاعت الفيزا ان انت نو اوكيوبيشن، ما عندكش شغل، ودي حاجه ما فيهاش مشكله خالص. لو والد او والده مكتب لهم نو اوكيوبيشن وعادي ما بتفرقش خالص، ساعتها ما بتقدمش الورق اللي تبع الوظيفه دوت. لو الشخص اللي في المانيا ضمنك ماليا في خلال فتره اقامتك هنا في المانيا، قانونيا او رسميا مش محتاج انك تثبت انك معاك فلوس في مصر، بس انا ريكومند مني انك تقدم دي كمان، بتثبت ان انت عندك حساب في مصر وساري خلال اخر 6 شهور، فتجيب كشف حساب برضه بمبلغ يكون كويس اخر 6 شهور ليك في البنك في مصر، بحيث
تحطه مع الفيزا بيبقى برضو ورقة قوية جدا. كمان لو عندك اي ممتلكات عربية، بيت، ارض، اي حاجة، ترجم بس اول صفحة من العقد بتاعها عند المترجم المحلف، برضو دي ورقة قوية جدا عشان السفارة تتأكد انك هترجع مصر بعد فترة الزيارة. لو انت لسه في الجامعة هتجيب ورقة تثبت انك انت مقيد في الجامعة، ولو انت خلصت دراستك هتجيب ورقة باتمام الشهادة نفسها، تجيب على سبيل المثال شهادة التخرج، ولو انت شخص على المعاش هتجيب اي مستند يثبت ان انت على المعاش. واخر حاجه خالص هي تكلفه الفيزا 80 يورو، وفي حاله رفض الفيزا الفلوس دي ما بترجعش، وممكن تدفعها بالمصري مش محتاج تدفعها باليورو. الاطفال اللي تحت 6 سنين ما لهمش فلوس الفيزا، يعني ممكن تقدموا لهم ببلاش. والاطفال اللي بين 6 و12 سنه بيبقى تمن بس سعر تكلفه الفيزا بتاعتهم 40 يورو، نص المبلغ. وطبعا التشيك ليست اللي احنا قلنا عليها دي بكل الاوراق ديت في اخرها برضو توقيع مقدم الطلب، هتوقع برضو بامضتك هناك عشان دي بتبقى اول ورقه بتقدمها وتحتها كل الاوراق اللي احنا قلناها. بس كل الأوراق ديت هتاخد بقى إيه وقتها في السفارة، في الغالب هيرد عليك بعد أسبوعين، ممكن يتأخروا شهر، ممكن شهر ونص، ساعات بيرد عليا بدري قوي ممكن بعديها بكام يوم أو بعديها بأسبوع، وساعات بياخدوا شهر أو شهر ونص عقبال ما يردوا عليا. بس الشخص دوت هياخد فيزا شنجن، فيزا شنجن دي امتيازتها مش بس إنك ينفع تخش ألمانيا، لا ممكن تتعامل كفيزا شنجن بالظبط، إنك تلف في الاتحاد الأوروبي زي ما أنت عايز. خد بالك برضو من الفيزا وأنت بتقدم مالتي إنتري ولا وان إنتري ولا إيه النظام، أنا بكتب على طول مالتي إنتري عشان يخش الشخص دوت ويطلع براحته في فترة الفيزا، ما يبقاش فيه مقيد ان هو لازم يخش في وان انتري ويخرج وما ينفعش يخش تاني المانيا، هما بيدوها في الغالب مالتي انتري. تمام، لازم الشخص لما يجي المانيا فترة الفيزا يرجع قبل نهايتها عشان يبقى فيه مشكلة جامدة ليه، وهيقابله مشكلة جدا في المطار لو فوت ميعاد الفيزا بتاعه، وهيتعمل له قضية تبع إدارة الهجرة الألمانية، هيبقى فيه ليه قضية هناك هتتعمل له، وهتضطر بقى إنك تعمل محامي وتوكله، وقصة طويلة جدا. ولو في أي ظروف اتحطت، مثلا الشخص ده تعب جدا ومش هينفع يسافر أو حاجة زي كده، ممكن تروح مكتب الأجانب وهم يدولك تمديد للفيزا، بس ديت لحالات استثنائية. الفيزا دي تقدر إنك تاخد كل 6 شهور 3 شهور، 90 يوم تدخل ألمانيا تقعد فيها، وفي منها أنواع ممكن تاخد 3 شهور بس، 90 يوم في ال6 شهور، ممكن لو أنت مثلا مقيم إقامة دايمة في ألمانيا تعمل زيارة سنة أو 2 أو 3 أو 5، بس الشخص برضو مقيد اللي هيجي يزورك بنفس المبدأ، كل 6 شهور هيجي يزورك بس 90 يوم. أظن كده إحنا إتكلمنا بشكل تفصيلي جدا عن الزيارة وحواراتها ودنيتها. لو أنت عندك أي سؤال اكتبه في الكومنتات، لو أنت حابب نتكلم عن حاجة تانية برضو اكتب لي رأيك في الكومنتات. أتمنى تكون استفدت، أتمنى تكون استمتعت، ما تنساش بقى تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وما تنساش تفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بينزل. أشوفكم على خير إن شاء الله في الحلقات الجاية، سلام شباب.